بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نبارك لكم هذه الأيام المباركة، أعظم الأيام في السنة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي نهاية الحديث قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. إذن هذا الحديث فيه مجموعة من الفوائد. الفائدة الأولى أن أعظم أيام في السنة هي هذه العشرة ديال ذي الحجة، وقال العلماء هي التي أقسم الله بها في سورة الفجر، حيث قال تعالى: والفجر وليال عشر. قالوا: الليالي العشر هي العشر ديال ذي الحجة. وكاين علماء آخرون قالوا: العشر هنا هي العشر الأواخر ديال رمضان. وقول ثالث جمع بين القولين، قالوا: العشر الأواخر من رمضان فضلها في ليلها، أفضل الليالي يعني من حيث الليل، والعشر الأوائل ديال ذي الحجة أفضل الأيام يعني من حيث النهار. إذن فالعشر الأواخر من رمضان فضلها في ليلها، والعشر الأوائل من ذي الحجة فضلها في نهارها. إذن هذا حديث عظيم، يقول لنا ما كاين شي عمل صالح أحب عند الله من العمل في هذه العشر. إلا صليتي ركعتين في هذه العشر وصليتي ركعتين خارج العشر، فهذيك ركعتين داخل العشر أفضل من الركعتين خارج العشر. إلا صمتي واحد النهار في هذه العشر وصمتي واحد النهار خارج العشر، فهذا النهار اللي صمتي في داخل العشر أفضل من هذاك النهار اللي صمتي خارج العشر، وهكذا. صدقة، صلاة الرحيم، زيارة مريض، يعني بر الوالدين، إحسان إلى الجار، كلمة طيبة، كل عمل تقوم به في هذا العشر أفضل وأحسن عند الله من نفس العمل إذا قمت به خارج العشر. هذا باش نفهموا الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قالوا: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح، قال لنا هنا العمل الصالح بإطلاق، ما قيد لنا شنو النوع ديال العمل، ما قالناش هاد العشر أيام ديروا فيها غير الصيام، أو ديروا فيها غير الذكر ديال ذكر الله تعالى، أو ديروا فيها غير القرآن، أو ديروا، وإنما قال العمل الصالح. فكل عمل صالح في هذه العشر مرغوب ومطلوب. ولذلك أنبهك أخي وأنبهك أختي المسلمة، ما تضيعوش هذه العشر، ما تخليوش هذه العشر تدوز عليكم هكذا هباء منثورا، ما تضيعش عليكم هذه العشر. ديروا برنامج لهذه العشر. أشنو النصيب ديالي من الصيام؟ نقدر نصوم التسعة كلها، وإلا ما استطعش على الأقل ما يفوتنيش يوم عرفة، لأن صيام يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة أتت. كذلك الصدقة، نجتهد، وأعظم الصدقة هي الصدقة اللي غتدخل بها الفرح على بيت المسلم، شراء الأضاحي أو التعاون في شراء الأضاحي، أو يعني الاجتهاد في أن يضحي أكبر عدد من الناس، يعني ويضحون. وممكن أنا ما عندي، ممكن أنا ما عنديش باش نشري الأضحية لواحد العدد ديال الناس، ولكن كنكون كنساهم، كنمشي كنجري عند المحسنين، وكندخل البيوت وكندخل الفرحة على البيوت. هذا حتى هو من الأعمال الصالحة. صلة الرحيم، ما نقطعش الرحيم ديالي، يعني من أصعب الأعمال وأقبح الأعمال أن الإنسان يقطع الرحم ديالو، خصوصا في هذه الأيام هذه ونحن مقبلون العيد. العيد فاش خصهم يتصالحوا الناس ويتغافروا الناس ويتسامحوا ويتنازلوا بيناتهم ويتنازلوا مع بعضياتهم. إذن خلاصة القول معاشر الأحبة أن هذه الأيام أيام اجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: أكثروا فيهن، كثروا 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 كثروا، لا يزال لسانكم رطب بذكر الله، رطبا بذكر الله، كثر من الأذكار، الصباح، المساء، في الطريق، في الحافلة، في السيارة، يعني خصوصا هذه الأذكار الثلاثة اللي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كثروا فيها. وهي اللي قال فيها الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هذه هي الأيام المعلومات،
وتتجي موراها الأيام المعدودات اللي هي 10 و11 و12 و13 كتسمى الأيام المعدودات. واذكروا اسم الله واذكروا الله في أيام معدودات. إذا في سورة الحج الأيام المعلومات وهي 10، وفي سورة البقرة الأيام المعدودات وهي 4، وكيتلاقاو في يوم العيد، لأن يوم العيد آخر الأيام المعلومات وأول الأيام المعدودات، فنكثر فيها من ذكر الله والأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله، والحمد لله رب العالمين.